القيدم منصة فيديو كيفية على يمين المنصة تقوم بعملية الإطفاء أيضا، حيث إن هذه المعدة لها معدل تقريب عالي يصل إلى 6000 لتر في الدقيقة، ويصل ارتفاع هذه المنصة إلى 55 متر، مما يجعل هذه المعدة لها القدرة على إلقاء الحرائق في المباني الشاطئ الذي يقع على أمراض المسامحة الوصول إليها. ويتم الآن أيضا على يسار المنصة استخدام ذراع الإطفاء وهو طيارة مخصصة لمكافحة الحرائق التي يقع الوصول إليها عن طريق أمراض المسامحة، حيث إنها ذراع إطفاء طوله 15 متر ولها معدل تصريف 6000 متر. هو مكافحة حرائق تنفاذ المواد البترولية، حيث تم الاستعانة بها في الذي يتم تصنيعها داخل قنبلة السيارة، لإنتاج الرغبة كاملة المواصفات والخصائص التي تمكنها من الطيران.